السلام عليكم، معاكم محمود احمد. تعال نكمل الستايلنج بتاعنا قبل ما انت تنسى الحاجات اللي انا اتكلمت فيها وكده. طب وقفنا دلوقتي ان انا ممكن عارف في اي كنترول ادخل كليك يمين تشينج ستايل شيت واحط اللي انا عاوزه، ولو انا عاوز التصميم ده يتطبق عليهم كلهم بدخل في الويندو الرئيسيه وبجيب الستايل شيت وبحط انا الستايل اللي انا عاوزه، تمام؟ والستايل مش مجرد لون وباك جراوند، لا، فممكن تحط هافر فلما الماوس يروح يحصل حاجه معينه، يحصل اكشن معين، يعني ممكن تحط حاجات اشبه ما يكون بالانيميشن شويه، تمام؟ طيب انا دلوقتي هل همسك كل كنترول زي المره اللي فاتت زي ما قلت واعمل كليك يمين تشينج ستايل شيت واحط ستايل؟ لا، ده صعب. طب لو انا جيت من هنا كليك يمين تشينج ستايل شيت، هقعد برضو امسك كل كنترول عندي في البرنامج، ولو انا بعمل برنامج كبير وفيه كنترولز كتير ابدا احط لهم ستايل شيت؟ هو الى حد ما ممكن بس صعبه برضو شويه. طب الناس الكوميونتي بتاع باي كيوتي حب يريح الدنيا، اسف جدا، ففي ناس مستواها قوي في السي اس اس، فالناس دي قامت عامله ستايل شيت كامل. يعني ايه؟ يعني لما تكون الكنترولز او اغلب الكنترولز اللي على الشمال دي المستخدمه، واجي هم كليك يمين على اي ويندو فاضيه كليك يمين تشينج ستايل شيت، واقوم كريتين ملف سي اس اس كامل بيعمل ستايلنج لكل الكنترولز دي. فمجرد ان انت بتجيبه وتحطه عندك في البرنامج، واي كنترول من دول بتستخدمه بتلاقي البرنامج اصلا معمول له ستايل شيت جاهز. طب ده حلو قوي الموضوع ده. طب اجيبها ازاي؟ بص كده، هتفتح جوجل اهو وهتعمل باي كيوتي ستايل شيت، بس هتلاقي الكيو ستايل شيت اكزامبلز. طبعا دي عشان هي كيوتي بس مش باي كيوتي، فهي بتنفع ل سي بلس بلس والبايثون، تمام؟ طيب تنزل تحت هتلاقي حاجه كويسه، وشايف جيت هاب كولن مش عارف ايه كده كيو دارك ستايل شيت، ده ستايل شيت كامل. ده بقى انا اشتغلت بيه فتره كبيره جدا، فده ممتع قوي. هندخل على الجيت هاب، هتلاقي السيم موجود اهو، كل حاجة فيه موجودة، الكيو دارك ستايل شيت ازاي لو انت عاوز تسطبه، لو انت عاوز تستخدمه، لو انت بايثون، ولو انت سي بلس بلس اهو، تمام. والراجل مطبقه، بس الراجل مطبقه في الكود، يعني كاتبه عن طريق الكود. احنا لكن احنا عايزين نحطه من الديزاينر، فعشان نحل المشكلة هنعمل ايه؟ هنقوم جايين كده داونلود، ده الملف المضغوط اهو، تمام، خلاص حملناه. هنفتح فتح المجلد، تمام، تعالى كده extract files، هندخل اهو كيو ستايل شيت دارك ماستر، هتلاقي هو ده السيت اب لو انت عاوز تسطبه، ده السكرين شوت، ده الشكل بتاعه. تعالى كده نشوف الشكل ده، يبقى شكل البرنامج بعد ما الستايل شيت يتطبق، شكله جميل جدا اهو، تمام. طيب انت ممكن تسطبه عادي عن طريق السيت اب فايل، وفي طريقه تانية تدخل على الكيو دارك ستايل شيت، لحظه، الاكزامبل المفروض في ملف سي اس اس هنا بس مش فاكر فين. المفروض بيبقى في ملف سي اس اس، ما عم تقريبا هنضطر نسطبه بقى. طب هنفتح ده كده بالنوت باد مثلا نشوف جواها كود ولا لا. ده في الاكواد اللي احنا عاوزينه، تمام. طيب تعالى كده هنعمل حاجه كده ايه، اوبن ويز، اقول لك هات ده كده، تعال نفتحه كده في اي اديتور عندك هتلاقي الكواد اهي. ايوه ده الستايل شيت بتاعه، هاخده كده وانا نازل. طبعا هو الستايل شيت كبير قوي، انت متخيل كل الاكواد دي؟ طيب هقف هنا واعمل كليك كنترول ايه، كنترول من لوحه المفتاح وحرف الايه، وبعد كده هاخد دول كده كليك يمين كوبي نسختهم، هاجي هنا في الويندو الرئيسيه بتاعتي كليك يمين تشينج ستايل شيت، امسح ده واعمل بيست، حطيت كل الستايل شيت، وهطلع فوق انا بقى امسح الكلام اللي ملوش لازمه اللي فوق ده، ايوه اللي هو الكومنت ده بس اهو، تمام اهو. شايف كيو تول تاب وعطي لها ستايل، كيو ويدجت وعطي لها ستايل، كيو مش عارف ويدجت دوت ايتم دوت هافر اعطي لها ستايل، ماسكهم كل الكنترولز واعطي لها ستايل. بص كده عشان قبل ما اضغط ابلاي، انا عاوز اظهرها في جنب، ايوه اضغط ابلاي وبعد كده اضغط اوكي. ده شكل البرنامج بتاعنا اهو، كنترول ايه بقى شكل الداونلود، انتر يو ار ال، ده المكان. شوف لما بقى بيبقى عليه هافر، وممكن اكتب هنا مثلا اي يو ار ال مثلا اتش تي تي بي، شايف الكلام بيظهر، مجرد ما اقف بيظهر هافر على الحاجه، يعني بيظهر لون. سيف لوكيشن اهو، عاوز اعمل براوز
اول براوز شايف البطل لما بضغط عليه بلونه ازاي، وده البروجرس بار بقى شكله ممتع جدا، وال30% ظهرت في النص، وعندك الستارت داونلود بقى شكله سمبل وبسيط، وكلمه ستارت داونلود اهو وبريس تو ستارت اهو، فاهم؟ فالبرنامج بقى شكله روعه جدا. فدي طريقه من الطرق، فزي ما انا قلت انت بتجيبها ازاي، هتحمله عادي وبدل ما تسطبه هتدخل في الكيو دارك ستايل شيت وتجيب ملف للسيد كيو اس اس وتحطه في اي اديتور وتاخد الكود بتاعك. طيب في ستايلز تانية؟ أيوة بص كده، ده الكيو ستايل شيت اكزامبل، ده الدوكيومنتيشن بتاعة الكيو أصلا بتاع الشركة هي اللي عاملاها، فتلاقي هتلاقيهم أصلا شارحين، بس هم شارحين على سي بلس بلس، فأنت تاخده اللي يهمك. يعني مثلا هتنزل تحت شوية هتلاقي في ستايل شيت أهو للبطن، هتقول له باك جراوند كلر ريد، فظهر بالشكل ده، وبقى تلاقيه شوية بشوية بيمشي وبيبدأ يعمل ستايلنج للبطن، بيمشي معاك واحد، وبعد كده يمدي كنترول تاني يعطي له ستايلنج وهكذا، أنت فاهمني؟ يعني مثلا ده ستايل شيت أهو عشان يعمل مثلا أشكال كويسة، هتلاقي فينا اشكال كويسه قوي. هتيجي دلوقتي اهو مثلا ده بروجرس بار، شوف هو عامله ازاي هنا، ده شكل بروجرس بار، وده الستايل بتاعه كيو بروجرس بار. لو انت ممكن تقوم واخد دول كده كليك يمين كده اهو كوبي، تحطهم هناك، تقف على البروجرس بار اهو تشينج ستايل شيت، تحطهم هنا بيست وتطبق، هيظهر لك بالشكل ده وهكذا. لو انت عايز مثلا تيجي اعمل له شونكس، شونكس دي اللي هي تقسمه حتت، فهو ده مثلا ترونك سي ترونك وهكذا. عندك بوتوم، عندك حاجات كتير، فانت ممكن تاخد داك ريفرنس ليك تبص عليه. طيب في طريقه تانية، احنا ممكن نجيب كيو ستايل شيت، وبعد كده نجيب مثلا جيت هاب، فهتلاقي ويدجتس، ده ملف جيت هاب تاني، وده جيت هاب تاني باي كيو تي ستايل شيت، وده ملف تالت ستايل شيت ماستر مش عارف ايه. تعالى كده نشوف الحاجات دي، ده ستايل شيت اهو، بس ما ينفعش ندوره ده ولا ايه؟ ده من الامثله اللي جايه في باي كيو تي، فمش انا مش ستايل شيت قوي يعني، ده حاجه بسيطه. ده ستايل شيت تاني اهو، هاو تو يوز وكده. طب تعالى نحمله، ما حيتش احمله. طيب تعالى هو فين؟ كيو دارك، كيو دارك باي كيو تي ستايل شيت ماستر اكستراكت فايلز، دارك اورنج، ده ملف اهو ستايل دوت كيو اس اس، هناخده تاني نحطه برضه في الاديتور اهو، كنترول اي، وبعد كده ناخده كوبي كنترول سي، بعد كده نروح هنا عادي نقف على الرأسية ونحط تشينج ستايل شيت، وبعد كده نسلكتهم كلهم ونعمل بيست ونعمل اوكي. ده بقى شكل البرنامج، شكل روعة تاني. تكتب برضو انا عندك اللينك اهو، شايف البروجرس بار بقى شكله ازاي، بقى حاجة تحفة يعني. وده البوتون بتاع الداونلود بقى عليه ستايل اهو برتقاني تقف عليه، وده البوتون ده براوز، وبقى ده بقى الشكل. فده الستايل شيت، تقدر تحط اللي انت عاوزه. طبعا انا كنت محمل منهم كميه كبيره، كنت محمل حوالي 6 او 7 ستايلز، بس في اغلب الاحيان الشخص اللي انت بتعمله المشروع بيبقى عاوز يعدل، مش في الاغلب الاحيان قوي، بس هو ممكن يكون له وجهه نظر عاوز يعدل، فعادي ادخل عليه واحده من دول الكيو تول تيب. عاوز تغير الباك جراوند كلر، غير لون الباك جراوند، عاوز اي حاجه عندك هنا الكيو من ويندو، عاوز تغير لون اي حاجه، فانت بتجيب اسم الكنترول وتغير الالوان بتاعته زي ما انت عاوز وخالص، تمام؟ بتغيرها زي ما انت عاوز. يبقى دي الفكره بتاع ان انت تجيب ستايل شيت، تمام؟ انت ممكن برضو تيجي في الجوجل ايمجز وتكتب اهو باي كيوتي ستايل شيت، هتلاقي ناس اصلا شرحه يعني، فاهم؟ هتلاقي هو ده ستايل اهو، تقوم انت فاتح في كليك اوبن النيو تاب، تروح للستايل دارك اورنج ستايل، تقوم رايح هتلاقي عندك ستايلز تانية كتير، هات فيو مور، هتلاقي في ناس عاملة ستايلز مثلا زي ده، فانت هتلاقي عندك ده اهو دارك اورنج ستايل شيت، انت ده شكله اهو. لو هو عاجبك اقول لك الستايل شيت هو اللينك بتاعه على الجيت هاب، تمام؟ البيج نوت فاوند، اللينك مش موجود، فتقريبا ممكن يكون حاجة حصلت له يعني، كمان اللينك ده مش موجود، مش مشكلة. ده ستايل شيت تاني اهو، وطبعا لما معمول موقع صيني مش عارف انا اعرف نحمله بقى ولا نتصرف ازاي فيه، فامشي عادي في جوجل عادي هتلاقي ستايل شيتس اللي يعجبك، كليك يمين وحاول تروح للموقع وافتح الموقع وتصرف عادي زي هنا، فانت امشي وشوف الستايل يعجبك. في ستايل كمان اهو، في ستايل اللي احنا جايبينه من شويه وهكذا، في ستايل اهو، انت
تمام. ده اصلا ده من الكورس بتاع اليوتيوب، الصورة دي من الكورس بتاع اليوتيوب تمام، وهكذا. فانت تعمل ستايلنج زي ما انت عاوز، وتجيب الستايلز بطرق سهله جدا من ايه، من اي مكان تمام. طبعا ده اللي احنا عاملينه وصل من شويه، ده واحد تاني اهو، ممكن يكون ده المكان بتاعه، وما اصلا شرحين هنا بس طبعا صيني يعني، ده جايب اكزامبلز، ده اللي احنا فتحناه من شويه. طيب انت دلوقتي تعرف تجيب الستايل شيت بتاعك من اي مكان تسيرش وتجيبه، طبعا اللي يعجبك الستايل شيت اللي يعجبك، يعني مثلا لو ده عجبك عادي استخدمه، عاوز تعدل كام حته فيه عادي، سيف ده كواحد عندك، وبعد كده افتح من هنا تنج ستايل شيت وغير فيه زي ما انت عاوز براحتك. طيب احنا دلوقتي هنستخدم الستايل ده كمبدئيا، فتعالى نظبط كده الحاجات دي، ايوه كده بس، بعد كده نسيف. يبقى ده دلوقتي شكل البرنامج بتاعنا لحد ما احنا وصلنا مكان هنحط اليو ار ال، مكان هنعمل سيف لوكيشن، وده بروجرس بار وستارت داونلود. يبقى احنا دلوقتي هنجيب اي يو ار ال نحطه هنا، ونعمل المكان اللي احنا هنسيف فيه ونشتغل. يبقى ده دلوقتي خلصنا الستايلنج. يبقى احنا دلوقتي بدانا المقدمه، بعد كده شرحنا ازاي بتقدر تحول اي فكره عندك، وطبعا الجزء بتاع تحول فكره اللي هو بتاع اليوتيوب ده هنستخدمه في السكشن الخاص باليوتيوب، ازاي نعمل الحته اللي احنا هنبدا نحول من اليوتيوب. لكن احنا دلوقتي بنصمم مجرد شكل يحمل من اي شيء تمام. وبعد كده بدانا نشتغل في الكيوت ديزاينر، صممنا الشكل بتاعنا ده، وبعد كده عملنا له ستايلنج بالايه، بالسي اس اس تمام. السكشن الجاي، السكشن ده يعتبر خلص، والسكشن الجاي ان شاء الله هنبدا نشتغل في الكودنج، هنبدا نربط التصميم ده بالكود بتاعنا، ونبدا نرن البرنامج، ونشوف ازاي نبدا نحط هنا يو ار ال، وازاي نعمل براوز، وازاي بقى نحمل ويعرض لنا في البروجرس بار والى ذلك. نعمل برنامج داونلود بسيط بيحمل من المكان ده. والسكشن اللي بعده ان شاء الله هنتنقل للجزء بتاع اليوتيوب، ازاي احمل فيديو واحد من اليوتيوب، وازاي احمل بلاي ليست كامله. وبعد كده نبدا نشوف ازاي بنعمل ديستريبيوت، ازاي بنحول البرنامج بتاعنا ملف اكس اي، وبعد كده ازاي بنعمل له تسطيب، ويبقى كده الكورس خلص. اتمنى الدرس النهارده يكون مفيد للناس، واتمنى الكورس فعلا يكون مفيد للناس. كان معاكم محمود احمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.